السلام عليكم ورحمة الله. حرية، سلام وعدالة شعار اتخذته الثورة السودانية بحثا عن التغيير الشامل في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية، حيث وصل هذا الشعار بالثائرين إلى انتصارهم الأول بإزاحة البشير وأركان حزبه عن السلطة. ولكن يبدو أن المشهد السياسي في أعين الحراك الشعبي لم يكتمل بعد بالصورة المرجوة، إذ يصر بعض المعتصمين أمام القيادة العامة للقوات المسلحة على مواصلة الاعتصام تحقيقا لمطالبهم المودعة على طاولة المجلس العسكري الانتقالي. تجمع المهنيين وقوى إعلان الحرية والتغيير تتمسك بمطالب ترى أنها ستحقق شعار الحرية والسلام والعدالة التي يرجوها الشعب، وتشير إلى ضرورة أن يتخذ المجلس العسكري عدة تدابير، أهمها تكوين مجلس سيادي مدني يمثل فيه الجيش، ومحاسبة كل الضالعين في الفساد من حزب المؤتمر الوطني، وإعادة هيكلة الأمن والقضاء والنيابة العامة. هذا بالإضافة إلى الكثير من التحديات التي ستواجه المجلس العسكري السوداني في ظل عدم ثقة بعض مكونات الحراك الثائر في تنفيذه لهذه المطالب بشكل قاطع. وتبقى التحديات قائمة على طاولة القوى السياسية المختلفة للوصول بالبلاد إلى بر الأمان وتحقق الحرية والعدالة والسلام الدائم. هذه الفترة المفتوحة من قناة طيبة الفضائية تقف على مواصلة تغطية خاصة للحراك وما يدور في أذهان المجتمع والشارع والقوى السياسية والحزبية مع ضيوفنا داخل الأستوديو وعبر الهاتف ومراسلي تغطية خاصة. نتابع ومع ضيفنا الأول فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي كمال رزق، أهلا بكم. وهي تستعد للرقص والمجون والفساد، إن سنن الله ماضية لن تتخلف أبدا، وهذا الكون له إله لا تخفى عليه خافية، وإن الدين دين له رب، وهذا الرب حفظ الدين منذ أن نزل في غار حراء على سيد المرسلين، فهو ليس بعاجز عن حفظه فيما تبقى من ساعات هذه الدنيا، لا يعجزه ذلك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد فضيلة الشيخ كمال رزق، أهلا ومرحبا بك إلى قناة طيبة. كان هذا جزء من خطبة لكم سابقة، متى كانت هذه الخطبة؟ هل تذكر هذا التاريخ؟ السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب فضيلتكم، إلى أي مدى، لا أذكر هذا، سنوات طويلة، إلى أي مدى تاجر النظام الإنقاذ البائد بالدين؟ منذ أن ترك الدين، منذ أن ترك الدين تاجر بالدين، وهذا ما كنت أركز عليه قبل أن تستجد الأحداث وتأخذ يأخذ بعضها بتلابيب بعض. وآنذاك كان الجنيه يجيب 10 عيشات، والبنزين موجود والقروش موجودة والسيولة موجودة، ولكن ما كنت أنظر تحت أقدامي، كنت أرى الانحراف منذ عام 93، الانحراف الواضح الذي من مآلاته ما وصلنا إليه اليوم، وكنت أنبه تنبيها شديدا على الفساد بكل أنواعه، السلوكي والأخلاقي والمالي والإداري، كل هذه الأشياء تحدثت عنها حديثا واضحا، وكثير من الخطب موجودة في إذاعة الطيبة، ولكنها ما كانت تنشر منها شيء أو تنشر قليل منها أيام الاستبداد. فكنت أتابع كل ما يجري بدقة شديدة، وأعرف نتائجه بمعرفتي لدين الله سبحانه وتعالى. هذا الدين لا يحتمل أي نوع من المراوغة واللعب والاستهتار، لذلك ما كانت هناك أذن واعية تسمع ولا قلوب تفقه. يعني كل الذي أقوله حقيقة يجد موقعا حسنا عند الناس، ولكنه لا يجد أي إجابات من المسؤولين والسلطة، فكأني أطرق على حديد أو على حائط، فما كانت هناك أي نوع من التفاعل أو التجاوب،
وتمر الأيام وتزداد المساحات وتزداد أبعاد الفساد بأشكاله المتعددة المتنوعة. وأنا كنت أتكلم لا أدخل لا أطلع منبر في 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 جمعة من الجمعة إلا أتناول موضوع في هذه المسألة في هذه الانحرافات، والناس متجاوبون معي جدا، ولكن كانت اليد قصيرة والعين بصيرة كما يقولون. وإلى أن زهد إلى أن ضاغت الدولة زرعا بي، ما استطاعوا أن يتحملوا النقد ولا التصحيح ولا التصويب ولا المناصحة، فكان جزائي بعد أكثر من 23 عام وأنا على منبر مسجد الخرطوم الكبير أعلم وأوجه وأنصح وأسدد وأقارب، فكان جزائي أن أبعدت من هذا المنبر وبدون خطاب، حتى بدون خطاب، إبعاد سيء الإخراج وسيء التنفيذ. فضيلتكم، يعني من خلال متابعتكم لواقع الحياة في السودان، يعني أنت بدأت تتحدث يعني تحديدا منذ العام 93 تتحدث عن بداية الانحراف، الآن 26 عاما تقريبا مضت من هذا التاريخ، والانحراف يعني بلغ أشده، والبلاد آلت إلى ما آلت إليه. أكبر السلبيات هي إذا صح التعبير أو دقة هو يعني قضية تشويه صورة الدين عند المواطن السوداني. يعني برأيكم ما هي السلبيات التي ترتبت على متيرة النظام السابق بقضية الدين؟ هو حقيقة الوعي، هناك وعي، يعني لا أحسب بهذه البساطة أن الدين تشوه في أذهان الناس. الناس يعرفون الدين ولهم إرث كبير في معرفة دينهم، ولذلك عرفوا الغث من السمين، وعرفوا الدين من اللعب الذي كان يسود في هذه المرحلة الماضية. فكثير من يعني الناس يعرفون أن الذي يجري هذا ليس هو الدين، وإنما هو سلوك أشخاص، سلوك أفراد، أمزجة، أهواء، هذه الأشياء كلها، ولكن ليس هذا هو الدين. وكنت أقول هذا الكلام بوضوح شديد على المنبر، أن الذي ترونه ليس هو الدين، هو شيء آخر. فإذا أردتم أن تحاكموا الدين لا تحاكموه بتصرفات الأفراد، بسلوكها الدولة، هذا لا ينوم عن الدين، وإنما ينوم عن يعني تصرفات أفراد فقط. لذلك الناس يعرفون، يعني عندما نقول مثلا الدين فيه الصدق وفيه الأمان وفيه النظافة وفيه كل شيء، ولما تجد غير ذلك في المجتمع أو في الحياة العامة تجد الكذب والنفاق والسرقة، هذا سلوك أفراد وليس الدين. لذلك لما انحرفت الدولة عن الدين وتركت الدين وبدأت تسوح في أودية مهلكة، فعرف الناس أن هذا الأمر الذي يجري، فالدين ليس فيه فساد، ليس فيه أكل الأموال، ليس فيه غش، ليس فيه احتكار لأي شيء، فهذا الذي كنا نقوله. طيب فضيلتكم، يعني هناك يعني برزت في الآونة الأخيرة دعوات يعني ربما تطالب بعلمانية الدولة ارتكازا على فشل الممارسة الإسلامية خلال التجربة البائدة، كيف يمكن أن تعلقوا على الذين يقولون هذا الكلام؟ نفسهم يحاكمون الدين بتصرف الأفراد، فلما رأوا الأفراد الذين تبنوا قضية الدين بدأوا ينحرفون عن الأخلاق العامة التي ألفها الناس من الصدق والأمانة والأشياء دي. لما رأوا السلوك المنحرف نسبوه إلى الدين، لأن الذين قاموا بهذا السلوك قالوا نحن نحكم بالدين، ولما نظروا إلى السلوك وجدوا أن هذا السلوك ليس له صلة بالدين. لذلك يطالبون بالعلمانية، يقولون إذا كان الدين يؤدي إلى هذه النتائج فنحن لا نريد الدين، ولكن لم يروا الدين أصلا الذي يجب أن يسود. هم لم يروا الدين الذي جاء به الله سبحانه وتعالى إلى رسوله، لم يروه حيا بينهم حتى يحاكموا الدين، وحاكموا سلوك الأفراد وأدخلوا في المحاكمة الدين، فرأوا أن الدين هو الذي ظلمهم، هو الذي أثر على حياتهم، هو الذي جاء بهذا الفقر الذي يوجد في هذه البلاد. الدين براء من كل ما يتصوره الناس الآن. ولماذا
الدين لو كان موجودا بحقه وحقيقته لا يمكن أن نكون وصلنا إلى هذا الحد. الدين يرتفع بالناس ولا ينخفض، يزيد ولا ينقص، يعز ولا يزل، إذا كان الدين بشكله الأصلي الذي علمنا الله له وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يرونه كانوا يحاكمون به الإسلام، لذلك بدأوا يقولون هذه المقولة التي ليست صحيحة وليست لها يعني أسس ثابتة. طيب، هل من رسالة إلى مثل المطالبين بهذه بفصل الدين عن الدولة أو بعلمانية الدولة توجهها من هذا المنبر؟ الذين يطالبون بعلمانية الدولة أنا أوجههم بأن يرجعوا إلى الإسلام ويعرفوا الإسلام أولا، يعرفوا الإسلام، لأن الإسلام طبق في هذه الأرض وأتى بثمار، وفي سنتين من تطبيقه في زمن من الأزمان وكل شيء شحيح استطاع الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز أن يحول في سنتين البلد إلى بلد مكتفي من المال، حتى إن الزكاة لا يوجد من يأخذها. لذلك أنا أقول لهم لا تظلموا الدين، أنتم لا تفهمون الدين، ارجعوا إلى الدين ثم بعد ذلك بعد أن تفهموه تعالوا إلى سلوك الأفراد، فإذا رأيتموه طبقا لما علمتموه من الدين بعد ذلك يمكن أن تحاكموا وتقولوا إن الدين يدعو إلى الانحراف، الدين يدعو إلى الكذب، الدين يدعو إلى الخيانة وهذه الأشياء. أما أن لا تكون تعرف الدين ثم تقول نحن نريد دولة الدين يبعد منها، فأنت أصلا لا تعرف الدين فكيف تحكم عليه؟ أما إذا أردت أن تعرف فارجع إلى التاريخ، ارجع وراء، التفت إلى الوراء، فسترى الدين أنه هو الحل الوحيد الملائم للبشرية إلى أن تقوم الساعة. ولكن المشكلة في الذين يتبنون قضية الدين وينحرفوا به، ومن ثم يقع الناس في هذه المتاهات التي نراها الآن، منهم من يطالب بإبعاد الدين ومنهم من يطالب بدولة علمانية ليس لها صلة بالدين. فالمشكلة كلها في الفهم الصحيح لهذا الإسلام المظلوم أولا من أبنائه، أولا هو مظلوم من أبنائه الذين لم يكلفوا أنفسهم حتى ولو ساعة ليدرسوا أو يعرفوا ما هو هذا الدين. وحتى القساوسة الذين عرفوا هذا الدين وفهموه ودرسوه آمنوا به ودخلوا في الإسلام زرافات ووحدانا لما عرفوه. أما الآن نحن بين ناس جهلاء يحاكمون كل تصرف سيء ينسبونه إلى الإسلام، ولو رجعوا إلى الإسلام لوجدوه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذا هو الدين. لا يمكن يكون دين ويأمر بالفحشاء، لا يمكن يكون دين وينهى عن المنكر ويأمر لا يمكن. فالمشكلة في الفهم، فهم هذا الإسلام. فلو رجع الناس إليه لما وجدنا دعوة واحدة إلى العلمانية، ولا وجدنا دعوة واحدة لفصل الدين عن الحياة. أما الذي رآه الناس من هذه التجربة البائسة التي حقيقة ما قدمت إلا صورة مشوهة شائهة جدا للإسلام، بدأوا يحاكمون الإسلام كله. طيب فضيلتكم، يعني حكم الدولة علمانيا هذه المطالبات، يعني هل يمكن فعليا أن تتم هذه القضية في ظل دولة 98 من سكانها مسلمون؟ لا يمكن أن يحدث هذا. وأنا حقيقة أكرر، لو فهم الإسلام ولو طبق تطبيقا صحيحا أصلا الناس هذه الكلمة لا تمر على خاطرهم حتى. هذه المشكلة، إن هناك تطبيق خاطئ أدى إلى هذه النتيجة الكارثية. أما أن يكون السودان مثلا بلد غير مسلم تفرق أحكام الإسلام من مضمونها، أو كما سمعت واحدة من النساء تقول إلغاء الأحوال الشخصية حتى تبدل بسيداو وبأشياء زي دي، هذا ما لا يكون طبعا. حتى إذا كان فإن وراءه ستكون نار تحت الرماد، لأن المسألة لا يمكن أن تقبل بهذه الصورة. فهم خاطئ للإسلام ثم استيراد أنظمة تناقض الإسلام بل تسعى لهدم الإسلام، فهذا ما لا يكون. طيب فضلتكم، ما عبر خط الهاتف الزميل نايل كرشابي موفد التغطية الخاصة إلى أرض الاعتصام هناك أمام القيادة العامة للقوات المسلحة. ناجي، مساء الخير. مساء الخير عليك الله، مساء الخير على يعني ضيوفك.
الاستوديو ومستمعيكم مشاهديكم الكرام. حياك الله. كيف تبدو الامور اليوم في هناك في 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 موقع الاعتصام امام القياده العامه للقوات المسلحه هنا في الخرطوم؟ الحقيقه بالنسبه لا تزال الحاله الاعتصاميه هذه قائمه، ويعتقد الكثير من الناس انه لا بد لنا ان نقتل حتى نقتلع تفاصيلنا التي يعني قرينا من اجلها. هذه واحده. طيب انقطع الاتصال، سنعود الى ناجي مره اخرى. الشيخ كمال رزق، هناك يعني ربما بعض المتشددين او بعض المصرين على الدعوة الى حكم علماني في السودان او الى فصل الدين عن الدولة، يعني يتخذون من دول عربية كثيرة تتبع النهج العلماني مثالا، ويقولون هذه الدول تقدمت وتطورت وهي الان لها اقتصادات قوية ولها موقعها وهي يعني تدار علمانيا. كيف يمكن الرد على هؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى له سنن في هذا الكون، ومن سننه أن يمد في الضلالة لأهل الضلالة، ومن سننه كذلك أن يستدرج الأمم لما تبتعد عن منهجه، وربما استدرجها برغد العيش، وربما استدرجها بيعني فتوحات. قال الآية في سورة الأنعام، قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ومن سنن الله في الخلق وفي الكون ومع الناس أن مثلا كما جاء في سورة الزخرف التي تقول يعني ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة وأبوابا وسررا عليها يتكئون. يعني لولا الفتنة، ربنا يقول لولا أن تحدث فتنة لجعل لكل من يكفر سقف من فضة وأبواب من ذهب وسرر عليها يتكئون. يعني هذا ما معنى هذا؟ هذا معناه استدراج. فلو رأينا دولة يعني ليست لها صلة برب العالمين ولا تحكم بشرعها، والناس في رغد، والدنيا مفتوحة عليهم، والأموال موجودة والنعم موجودة، نعلم أن هذا استدراج، استدراج، وهذا ما قرأناه في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا من هوان الدنيا في نظر الله، أنه إذا كفر الخلق يعطيهم الدنيا بما نراه نحن، كما ذكرت أنت بعض الدول التي تؤمن بالعلمانية وتدعو إلى العلمانية كبعض الدول من حولنا، ربما فتح لها فتح يعني يجعل المسلمين حقيقة يفتتنوا، يعني يقولوا وهؤلاء هم لا يؤمنون، وهؤلاء هم لا يحكمون، وهم مرتاحون، ونحن غلابة، ونحن هؤلاء. هذا الحديث يقوله الذين لا يفهموا السنن، سنن الكونية، سنن الله في الأرض وفي الخلق، أنه يستدري الناس عن طريق النعم. أما إذا رجع الناس إلى الله وحكموا بشرعه فهذا أمر آخر، هذه هي الطاعة التي يقول الله سبحانه وتعالى عنها ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا هو تطبيق الشرع، لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولو فتحنا عليهم أبواب السماوات والأرض. هذا في حالة الطاعة، وفي حالة المعصية يأتي الاستدراج. الآن الناس في أمريكا يعيشون حياة رغدة، في بريطانيا شوارع كل شيء تمام، في فرنسا في غيره، هذا هم لا يحكموا بالدين، لا يحكموا بالدين، ولكن هذه هي السنن. كلما رفضت أن تكون مع الله أعطاك من الدنيا بما يزيدك في الإلهاء، ثم بعد ذلك لك يوم آخر. طيب فضيلة الشيخ، يعني يبدو أن زميل ناجي عاد إليه مجددا عبر خط الهاتف. ناجي، هل تسمعني الآن؟ نعم. يعني اشرح لنا كيف تبدو الأمور اليوم. هذا هو يعني يوم آخر من أيام الوقوف في هذا الاعتصام، المحتجون ما زالوا أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. كيف تبدو الأمور هناك؟ على أي حال كما أخبرت كذلك، يعني لا يزال الناس يعتقدون أن حل هذه الاعتصام وعودة الأشخاص إلى بيوتهم يعتمد على تحقيق مطالب الثورة، ومطالب بالتحديد يعني جمع مني حدث عن تطبيق او الامتثال لاوامر
إعلانه الذي كتبه قبل مدة تحت إعلان يعني مسمى إعلان الحرية والتغيير، هذا يجب أن يكون، وإلا لا نبرح هذا الاعتصام. بشكل آخر، هنالك عدد من الذين استطعتهم يعني حلقات البرنامج هنا في المحيط القيادة يتحدثون عن أن يعني هنالك بعض المخاوف من أن يعني باستمرار هذا التعنت على الأقل من قبل تجمع المهنيين يمكن أن يخليهم يختاروا أفضل الكروت المتاحة عندهم. هم الآن لديهم عدد من الأشخاص يعني يعتصمون معهم في محيط القوات المسلحة أو القيادة العامة للقوات المسلحة، فبالتالي يمكن جدا أن يتفاوضوا الآن من منطلق أفضل ومن وجهة نظر أقوى أو من رؤية أو من مكان سياسي ربما يكون قوي. ولكن إذا طال أمر الناس في الاعتصام ممكن جدا يعود الناس إلى أدراجهم ويقل بريقهم ويصبحون أقل عددا من الأوقات السابقة، وهذا ما أشار إليه عدد من الزملاء في محيط القيادة هنا من الذين التقيناهم من الإعلاميين. يتحدثون عن أن يعني في 6 أبريل لم يكن العدد كما هو اليوم ولم يكن كما هو بالأمس يعني. فبالتالي يجب على يعتقدون أنه يجب على تجمع المهنيين الآن أن يمتثل إلى يعني إلى الطوار بشكل من الأشكال. طيب ناجي، يعني قدر لنا الأعداد الموجودة الآن، هل هي نفس الأعداد التي كانت في الأيام الأوائل أم أن هناك ربما انخفاض أو زيادة في أعداد المعتصمين؟ بأي حال يعني في 6 أبريل كان العدد يعني كبير من الأشخاص، ولكنه كان أكبر في 8 أبريل. في 8 أبريل كان هو العدد الأكبر على الإطلاق الذي مر على محيط القوات المسلحة أو القيادة العامة للقوات المسلحة. كانت الأعداد والجموع كبيرة، تمتد من كوبري كوبر حتى المجرم، ومن ثم بمحيط القيادة بالاتجاه الآخر حتى نمرة 3 والرياض من الاتجاه الآخر. فبالتالي كان هو يعني أكثر أعداد الناس كانت في ذلك اليوم، وبعضه كذلك في يوم إعلان البيان كذلك كان هنالك من حضور كثير من السودانيين. بشكل من الأشكال الآن يعني لا تستطيع أن تقول أن العددية هي ذات العددية الأولى، ولكن لا يزال الصراع مستمر ولا يزال الأشخاص يذهبون ويأتي غيرهم. طيب أشكرك جزيلا الزميل ناجي الكرشابي، وأنت تنقل لنا صورة صوتية عما يدور هناك أمام القيادة العامة للقوات المسلحة وهذه الوقفة الاحتجاجية. أجدد الترحاب بكم مشاهدي الأعزاء، وكذا أجدد الترحاب بفضيلة الشيخ كمال رزق معي داخل الاستوديو. فضيلة الشيخ، يعني ارتكاز على تجربة السلف الصالح، كيف كانت تدار أمور الدولة في ذلك الوقت، وما المانع من استنساخ هذه التجربة أو إعادة تطبيقها على أرض الواقع هنا في السودان؟ إذا وجد لها رجال فهي جاهزة للتطبيق، لأنه لا تحتاج إلى كتابة جديدة أو إلى استنساخ جديد. طيب حدثنا عن تفاصيل إدارة الدولة. يعني إدارة الدولة كانت تدار في تاريخها الأول تدار برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدار بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من توجيهات، وتدار بما جاء في السنة، وتدار برجال فهموا هذا الدين وطبقوه في أرض الواقع، وكانوا هم في أنفسهم أمناء، وكانوا يعني مؤهلين لإدارة الدولة في ذلك الزمان الذي كانت تشح فيه أسباب الحياة من طعام ومن شراب ومن هذه الأشياء. فالدولة كانت تدار بكتاب الله الذي جاء مفصلا وجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المشرع في ذلك الوقت، وهذا كلام طويل. ولكن حقيقة إذا أردنا دولة تقوم على ما جاء في حياة السلف الأول وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في التجربة الأولى، فإن هذا يحتاج إلى رجال أولا يؤمنون بهذا المنهج، ثم يفهمونه فهما عميقا، ثم يطبقونه تطبيقا دقيقا لا مهادنة فيه ولا مجاملة، ثم يستفيدوا من علماء العصر ومن آليات العصر الموجودة ومن الاجتهاد الذي سكت عنه التشريع في بعض مواقعه، وبذلك يستطيع أن يقدم نفس التجربة في زمن. فالتجربة جاهزة وهي يمكن أن تعطي نفس النتائج التي أعطتها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس النتائج، ولكن تحتاج إلى رجال أمثال الصحابة، رجال جادين وليسوا رجال لاعبين لاهين
يلعبون بدين الله. طيب فضيلة الشيخ، يعني ممارسة سيئة لحكم الدولة خلال 30 عاما انعكست مباشرة حتى على، يعني لا ود أن أقول على أخلاقيات الناس، على سلوكيات الناس، على التعامل في الحياة اليومية، يعني كل 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 ما يدور الآن أصبح مشوشا. لا بد أن تقول أين يكمن الحل. لا بد أن تقول، أنت تقول كذا وكذا وهذا كله صحيح. تفضل. وأصلا الإسلام ده عندما حارب الفقر، الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لما ذكر الفقراء هذه محاربة لكل ما قلت، لكل الانحراف، لكل الفساد، لكل السرقة، لكل شيء يؤدي إلى معصية الله وإلى الانحراف السلوكي. هذا كله في محاربة الفقر، فقط في الفقر. إذا حاربت الفقر وحارب كل هذا، إذا حاربت الفقر انتصرت على كل هذه الوساوس التي أو الإشكالات الموجودة الآن. لذلك الفقر هذا لما جاء في هذه البلاد وانحرفت الأمور وخرجت عن مسارها، أصبح السارق يجد له مندوحة ومبرر، الزاني، المخدرات، الأشياء، كل ما يمكن أن يدخل مال في جيوب الناس فعلوه، وهذا كله بسبب الفقر الذي حاربه الإسلام في أول نزوله عندما أمر بإخراج الزكاة ولو بالقوة، ولا بد أن يعطى منها الفقير أولا ثم المسكين ثم بعد ذلك ما تعرف. فالذي قلته صحيح، الحياة الآن أصبحت مخور، الحياة عندنا مخور الآن، عبارة عن مخور، يعني كل ما يتصوره الإنسان في عقله يجده حيا أمامه، المخدرات والزينة والفساد واللواط والإيه كله نجده الآن حيا أمامنا ولا نستطيع أن نفعل شيء. وهذا ما كنا ننبه عنه طيلة 23 عاما الماضية، إنه هذا الفقر سيأتي إلى كوارث، هذا الانحراف وهذا التميع في التعامل مع الانحراف هو الذي كذلك أدى، وهذا الضعف في القوانين. أنا تحدثت كثيرا عن القوانين الضعيفة التي لا تردع مجرما بل تشجع على الإجرام، والله تحدثت عنها في عدد من الخطب، أن هذه القوانين لا تصلح لإقامة حتى حياة مدنية بدون دين، لا تصلح هذه القوانين لأن قوانين ضعيفة لا يمكن أن يردع من خلالها المجرم. هذا ما كنا نقوله. لذلك المحاذير التي قلتها أنت هي في الواقع موجودة، وهي تشكل خطر كبير الآن على إذا لم تتدارك الآن ويحارب هذا الفقر، وبصفة عاجلة توجد مخارج لهؤلاء الفقراء، فإن الأمر سيتعقد أكثر من ذلك. طيب فضيلتكم، يعني سنتواصل في حديثنا، لدينا الكثير من الوقت متبقي، لكن لدي فاصل قصير، نستأذنكم أن نخرج ثم نعود نواصل بقية هذا الحوار وهذا الحديث ضمن هذه التغطية الخاصة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. نتواصل معكم مشاهدي الأعزاء في هذه التغطية الخاصة التي نحاول من خلالها أن نقرأ قراءة واقعية من مختلف الزوايا لما يدور في السودان في ظل هذا التغير السياسي الذي تشهده البلاد منذ أيام. أجد الترحاب في مع ضيفي داخل الأستوديو فضيلة الشيخ كمال رزق. فضيلتكم، كنا نتحدث قبل الفاصل عن أن محاربة الفقر هي الأساس في إصلاح حال المجتمع. يعني تفضل. دعنا نقول أن يعني الآثار المترتبة على الفقر، الآن الآثار المترتبة على الفقر هي إزاحة كل الموانع التي الحدود التي وضع الله سبحانه وتعالى لعباده حتى لا يتجاوزوها لا يتعدوها، فالناس تعدوها. من أخطر من أخطر نتائج الفقر أن المجتمع بدأ يبحث عن أي طريقة ل أكل العيش، عن أي طريقة مشروعة وغير مشروعة، أيوة مشروعة وغير مشروعة. ومن هذه الطرق التي بدأ يبحث عنها المجتمع هي تدمير الشباب، هي الوسائل التي تدمر الشباب اللي هي المخدرات وهذه الأشياء التي يعرفها الناس، اللي هي تجارة رابحة كما نعلم جميعا، هي تجارة رابحة، والمخدرات والخمور وهذه الأشياء، وهي تجارة ولكنها في نفس الوقت مدمرة تدمير كامل وشامل لهذا الشباب. الحاجة الثانية، الناس بدأوا لما من نتائج الفقر العطالة، أن كميات هائلة من الشباب الآن بدون عمل، فلما وجدوا فراغا انحرفوا بهذا الفراغ، أو انحرف بهم الفراغ إلى أشياء أخرى يعلمها الناس جميعا، وهي أن هذا الفراغ تسبب في حتى تفشي المخدرات، ربما يكون يعني السبب الأساس فيها هو الفقر. فالفقر ده عدو، العدو الأول. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، كان يستعيذ بالله من الفقر، يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. لاحظ لهذه الجملة، الكفر والفقر، ذلك لأن الفقر إذا كان يركب حمارا فالكفر يكون وراءه، يكون وراءه دائما، لأن الفقر هو إضعاف الإنسان. لما عندما يكون فقيرا يكون ضعيف، هو قابل لأي عصير تأتيه يمينا أو شمالا، يعني معصية أو طاعة. فكان يستعيذ من الفقر والكفر، لأن الفقر يؤدي إلى الكفر، وهذه مسألة معروفة. لذلك جاء الإسلام ويقول بوضوح، من بات ما من أهل عرص يبيتون وفيهم جايع وهم يعلمون إلا برئت منهم ذمة الله. شوف لهذه الدرجة. لذلك لا تترك جايع، لا تترك فقير. الناس ربما أحيانا يبيعوا كل ما يملكون، العفش، حتى يدفع رسوم لتلميذ في المدرسة. فالناس وصلوا إلى مرحلة لا يمكن أن يعني تتصور، لا يمكن، يعني الإنسان يبيع كل شيء حتى يجد لقمة العيش. فالفقر هذا هو العدو الأول للدولة المسلمة، ثم كذلك عدو للدولة غير المسلمة. لذلك حتى غيرنا من الدول الأخرى تحارب الفقر، حتى إنها تعطي العاطل في ألمانيا وفي غيره. الإنسان بعض الدول العربية القريبة تعطي العاطل، الدول العربية تعطي العاطل ربما لأشياء أخرى، لكن المهم الدول المتقدمة تعطي العاطل حتى لا يحتاج إلى شيء آخر، حتى لا يسرق، حتى لأن من خلال معالجة الفقر هي معالجة الأمن. الأمن المجتمع يكون آمنا ومستقرا لما يعني يكون يعني يطعام من جوع وإيماء وأمن من الخوف. يعني الإطعام من الجوع هو الذي يأتي بنتيجة الأمن، وليس الأمن هو الذي يأتي بنتيجة الإطعام. نعم. طيب فضلتكم، يعني الحكم الفترة السابقة يعني أتم 30 عاما إلا قليلا، كيف نظرتم وتابعتم قدرة المجتمع السوداني يعني على التمسك بقيم الدين السمحاء في ظل ظروف اقتصادية يعني شديدة ومستمرة؟ في هذه 30 سنة الماضية الناس كانوا يعيشون على الأمل، يعني كل ما مر عليهم يوم يعيشوا لعل النظام يرعوي، لعل الناس يرشدون، لعلهم يرجعوا إلى كذا، لعل الأموال المسروقة المنهوبة ترجع، لعل يوجد حل من هنا أو هناك. كانوا يعيشون على الأمل، ولكن بكل أسف هذا الأمل يتضاءل ويتضاءل حتى فقد الأمل تماما، هذا الذي يعيشون فيه. وكذلك الناس شغلوا بشيء آخر، شغلوا بلقمة العيش، شغلوا بها،
ولغمة العيش هذه مزلة إذا فقدت، مزلة تجعل عزة الناس أزلة، وتجعل شرفاء القوم تلقاهم يمدون يدهم إلى الضعفاء وغيرهم أو إلى الأغنياء. فطيلة الفترة 30 عاما دي يعني الناس لم يكونوا مسرورين ولم يكونوا قابلين بالذي يحدث، لم يكن الأمر كذلك، وإنما كانوا كلما أصبح عليهم يوم حتى وصلوا إلى أن المال معروف في مكانه ولكن لا يجدونه، لا يجدون ما يشتروا به لقمة العيش والمال موجود. لذلك المسألة تعقدت. فأنا أقول في 30 سنة الماضية كانوا الناس يلتزمون الصبر ويتحزمون بالصبر كذلك. طيب فضيلتكم، يعني التراخي في تطبيق الحدود كيف أسهم في يعني أن يصير الحال إلى ما صار إليه؟ كلمة الحدود طبعا هي بعض الناس دائما يقول لك يعني الحدود ويخافوا من هذه الكلمة، يظن أنها الحدود مربوطة فقط بس بالقتل والقطع والأشياء دي. الحدود عقوبات، والعقوبات هذه لا 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 تنفذ على إنسان لم يرتكب جريمة، وفي القوانين الوضعية هناك عقوبات، وهذه العقوبات الوضعية برضو مبنية على مخالفات، ثم تأتي العقوبات الوضعية التي تتعارب بها القوانين الوضعية. الحدود لأمن المجتمع، الحدود التي جاء الله سبحانه وتعالى بها وأنزلها في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم لما وجدت يعني في 400 سنة في الدولة الإسلامية، في 400 سنة قطعت 6 أيادي، 400 سنة قطعت 6 أيادي، وكان الأمن مستتب، وهناك معالجات حتى الزنا يعني عنده كانت معالجات، الزواج والزكاة تساعد في الزواج وتفعل أشياء كثيرة بالنسبة للناس. فالإسلام يعني حقيقة عندما جاء بهذه الحدود لاستقرار، ليكون هناك استقرار في المجتمع، وهذه الحدود من الله، يعني ما ينبغي لنا أن يكون لنا رأي فيها، ولكن هي حدود، النتائج هذه الحدود تنعكس على حياة الناس أمنا، وبهذه الحدود يرزق الناس من رزق الله سبحانه وتعالى. إذا قام حد واحد في الأرض خير من عبادة 60 عام كما جاء في الحديث، 60 سنة حد واحد يقام في الأرض، لأنه يترتب على إقامة الحد نزول المطر ونزول الخيرات من السماء. الله يريد أن يطاع، فإذا أطعناه أعطانا من خزائن السماوات وخزائن الأرض. طيب فضيلتكم، سأذنك يعني معي عبر خط الهاتف الدكتور عبد الله سيد أحمد الخبير الاقتصادي. دكتور عبد الله مساء الخير. نعم دكتور عبد الله، يعني هناك سؤال هو حديث الناس هذه الأيام، وهو في ظل هذا الانتقال والتحول السياسي الذي تشهده البلاد وما تلا ذلك من يعني مماحكات تتم في 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 الشارع السياسي أو في الحياة السياسية وانتظار تشكيل حكومة مدنية، يعني هذا الحديث يعني أين يعني الحلول للمشاكل العاجلة التي تعاني منها البلاد، مشاكل الوقود، مشاكل النقود، الأسواق، ارتفاع الأسعار، ألا يجب تقديم حلول سريعة لمثل هذه المشكلات؟ جزاك الله خير. أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك هذا الوضع الجديد، وهذا الوضع الجديد جاء على وضع يعني أملنا فيه خير، وهو في بداياته عمل خير كثير، ويعني سبحان الله سبحانه وتعالى قدر أنه يعني عدم الالتزام بالشورى وعدم قبول المناصحة جرت عليهم سنة الله سبحانه وتعالى، جرت عليهم سنة الله سبحانه وتعالى، وجاء هذا الوضع. الآن احنا في وضع حرج للغاية، ونحن نعتقد انه الناس اللي ارادوا تغيير يعني الانتفاضة على النظام وتغيير النظام استجابت القوات المسلحة، قيادة القوات المسلحة استجابت وازاحت رأس الوضع، رأس الحكومة اللي كانت موجودة، فقبلت بأنها هي تتولى السلطة مؤقتا كما يحدث في كل البلاد. أنا بعتقد أنه الآن نحن نعيش وضع اقتصادي غير عادي، هو اللي أفضى مباشرة بهذه الثورة
أو الانتفاضة التي نحن بصددها قامت بأسباب معيشية، في أزمة الوقود، في أزمة في الخبز، في أزمة في السيولة النقدية. والحمد لله بعد 4 شهور من الانتفاضة استجابت القوات المسلحة. أنا بعتقد أنه استجابة القوات المسلحة ينبغي أن تقدر، وأن الناس طوال ينصرفوا إلى أعمالهم. القوات المسلحة هي الآن تولت الوضع، مطلوب منها كجهة الآن آلت لها يعني مسؤولية السيادة، ينبغي عليها أن تخلو وتجري حوار واسع مع أطياف المجتمع لكي تكون حكومة متفق عليها تمثل كل التوجهات وكل المحاور في السودان. ثم بعد ذلك هذه الحكومة تشرع مباشرة في النظر في القضايا الاقتصادية اللي هي كانت سبب مباشر. الآن ما في سلطة سيادية عليا تفكر في الاقتصاد. حلة الحكومة بيقول الآن الذين يديرون السلطة في السودان الآن المديرين، وهم موظفون يحتاجون لتوجيهات، أعمل كذا أعمل كذا، محتاجين لها تتصل بالخارج، تتصل بالقوى الصديقة، تتصل بجهات عشان تحدث انفراج في الوضع الاقتصادي الذي نحن فيه. وفي دول حولنا أبدت يعني استعدادها للمصالحة. بالإضافة إلى هذا الهم، هناك هم أكبر من كده، هو هم أمن البلد. القوات المسلحة ما ينبغي لها أن يعني كل قواتها تكون موجودة هنا في الخرطوم. القوات المسلحة تحمي حدود السودان، هي القوات المسلحة مسؤوليتها تحمي حدود السودان، والسودان بلد مستهدف، وإحنا عندنا دول كثيرة حولنا فيها مشاكل، وعندنا حركات مسلحة متمردة منذ 83 لم تضع السلاح إلى الآن. كويس، عندنا حركات مسلحة، ناس عقار، ناس الحلو، ناس عبد الواحد، في الشرق في الغرب كذا. فهذه أي انشغال الحكومة القوات المسلحة هنا بالاعتصام وكذا، هذا حقيقة يفت في عضد القوات المسلحة ويشغلها عن مهمتها الأساسية. فإحنا بنناشد الناس المعتصمين إنه الحمد لله القوات المسلحة قبلت واستجابت لمطالبكم، أدوها فرصة بالحوار وبإجراء حوار واسع جدا لا يستثني أحدا، تكون حكومة مدنية لمدة 2 سنين، ثم بعد ذلك إن شاء الله يعني تجرى الانتخابات، وبعدها كل دول يمثل حسب وضعه. هذا ما أريد أن أروي. طيب دكتور عبد الله، يعني ربما يعني إذا فهمت حديثك بصورة صحيحة، تتحدث عن أن ربما الحلول الاقتصادية للمواطن قد تتأخر قليلا. هل بإمكان الوضع الاقتصادي الآن، هل بإمكان المواطن الذي يعاني ضغوطا اقتصادية وغيرها الانتظار زمنا أطول؟ هو ينتظر منذ سنوات هذه التعديلات، والأسواق لا تنتظر، ورمضان على الأبواب، وهو موسم لارتفاع الأسعار. لا احنا عايزين اللي في اللون، وانا عايز اصلح ليه. والله شوف هذه الاشياء دي. دكتور اسمعني عبر الهاتف لو سمحت فقط. ايوه انا بستجر انه انا بعتقد انه في مهام اقتصادية مهمة جدا، وكما ذكرت رمضان بيحتاج استعدادات، وكانت الحكومات السابقة تجتهد في انها توفر الدقيق والسكر والكهرباء، يعني تطمئن انه الكهرباء، الوقود للكهرباء، وما تحصل اعطال في شهر رمضان. في هم كبير جدا اقتصادي يعني كان يشغل الحكومات المستقرة. طيب. الان احنا بقي لنا من رمضان حوالي 19 يوم، 20 يوم فقط يعني. وما اعتقد زي ما قلت لك الحكومة لما تشيل راسها المديرين والناس المستقرين يعني ليسوا مفوضين ولا يستطيعوا أن يتخذوا قرارات. طيب. الوزراء هم بالسلطة السيادية بتاعتهم بالتكليف بتاعهم هم اللي يفعلوا هذه الأشياء. فأنا أعتقد أن الشعب مجلس العسكري، شعب القيادة العسكرية، عن القيام بدوره والانتفاض إلى تكوين حكومة سريعة تقوم بالواجبات الاقتصادية التي تقابل المهام المناضبة في الفترة الجاية دي. أنا بعتقد إنه أي شغل لها بيكون
يعني ما مناسب. عشان كده انا بناشد الناس المعتصمين انهم يشدوا اعتصامهم، يخلوا الناس يشوفوا شغلهم يشوفوا اشغالهم، والحكومه يعني الحكومه العسكريه يعني القياده العسكريه تهتم لمهامها السياديه وتهتم بمهام تكوين الحكومه وتهتم بمهامها الامنيه المهمه جدا جدا يعني. اشكرك جزيلا الدكتور عبد الله السيد احمد الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من هنا من الخرطوم. اعود اليك مجددا فضيله الشيخ كمال رزق. اليوم قرار باقاله رئيس القضاء، كيف تنظر الى هذا القرار من وجهه نظركم؟ طبعا هو مطلب من مطالب المحتجين الذين يعتصمون حتى الان امام القياده العامه للقوات المسلحه. والله انا ارى هناك تعجل في القرارات، يعني خاصه هذا المنصب رئيس القضاء. يعني هذه من الاماكن التي يعني لا يمكن ان يدور حولها شبهات، هذه منطقه رئيس القضاء هذه. فاذا كنا نحن نتعجل بهذه الصوره لازاحه رئيس القضاء، فربما تكون هناك أخطاء يعني فادحة يعني يقع فيها الناس بإزاحة يعني بعض الناس الذين ربما يكون يعني أداؤهم أداء لا يجد نظير له في جهة أخرى. فأنا أظن تغيير هذه الأماكن بالذات لابد أن يكون يصحبه تروي شديد. طيب فضيلتكم، ما يكون بحسب رغبات الناس يعني. طيب ربما هناك رغبات الناس لا تبنى على على حقائق في كثير من الأحيان، وإنما تبنى على عاطفة فقط. طيب يعني ربما هناك كانت أحاديث تتحدث عن تسييس القضاء في الفترة السابقة، ومن هنا جاءت هذه المطالبات بتغيير رئيس القضاء وبإعادة النظر في القضاء وفي مؤسسات الدولة. يعني هذه أشياء برضو تحتاج إلى كثير من الوقوف والتوقف والتأمل. يعني هل هذا فعلا صحيح؟ هل الذين طالبوا بهذا التغيير هل من وجهة نظر سياسية أم من وجهة نظر أخرى؟ يعني بالكفاءة وهذه الأشياء. طيب فضيلتكم، هذا التحول السياسي الذي شهدته البلاد خلال الأيام الماضية، أنتم كيف نظرتم إليه من مختلف الزوايا؟ يعني لديكم وجهة نظر تختلف عن الاقتصاديين، تختلف عن السياسيين، كيف نظرتم إلى هذا التغير؟ والله أنا حقيقة أولا أفتكر يعني أن هذا التغير فيه خير، ربما يعني ينظر إليه الناس من زوايا مختلفة، لكن هو فيه خير. وكون أنه القوات المسلحة الآن هي تكون المسؤولة عن حماية الناس وعن حماية الحكومة القادمة، هذا خير. لأن بعض الناس يقولوا لا داعي للقوات المسلحة ولا لوجودها وهكذا، وهذا نوع من حقيقة نوع من المشكلة في التفكير. يعني كيف أنت تتخلى عن الجهة الحامية لك ولغيرك وللبلاد، كل البلاد. ففي ظني أن الإخوة في القوات المسلحة ما نحن لا نعرفهم حقيقة، أنا لا أعرفهم كأشخاص، ولكن ما سمعنا عنهم سوء. يعني بعض الناس الذين الآن بدأوا يشوهوا في صورة المجلس العسكري، هؤلاء لابد أن يتقوا الله، لأن هذا التشويه نفسه يحتاج إلى دليل. يعني إذا اتهمت إنسان بالزنا مثلا فلابد أن تأتي بأربعة شهود، لابد، وإلا أنت متهم نفسك وتجلد. فلابد للناس أن يرعوا وأن يكونوا أن يكون هناك ورع في إطلاق الاتهامات. أنا لا أعرفه والله، ما رأيته ولا قابلته قبل ذلك ولا قابلت واحد منهم، ولكن لا يمكن أن يكافئ الجيش بهذه الاتهامات التي جاءت يعني تترى وبترتيب دقيق جدا جدا. كيف نهدم الجيش؟ كيف نهدم سمعة الجيش الذي هو منوط به حماية البلاد كلها وحماية الأخلاق وحماية المال وحماية القيم؟ فأنا في ظن التغيير إلى الآن لا أرى فيه إشكال. يعني حتى القوات الدعم السريع هي قوات ما علمنا عنها سوء، هي تحمي البلاد وتفعل أشياء كثيرة ربما يعجز عنها كثير من الناس. فنحن لا نتعجل في الأحكام على هؤلاء الدعم السريع وعلى المجلس العسكري ونطلق الاتهامات جزافا، لابد أن نتأكد، لأننا بذلك نؤذي الناس بغير سبب، والله سبحانه وتعالى يطلب مننا التبين. فأنا في ظني كل تهمة أطلقها إنسان يجب أن يحاسب عليها. لو كان إنسان يتحدث في وسائط الإعلام ويتهم إنسان بتهمة معينة لابد أن يحاكم، لأن هذا الكلام يذهب لكل العالم أن فلان هذا سارق وفلان هذا كذا وكذا، لابد أن يحاكم.
طيب فضيلة الشيخ معي عبر خط الهاتف الأستاذ عثمان بشرى الناشط في العمل السياسي. أستاذ عثمان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم أستاذ عثمان، الجميع يتابع المهلة التي أعطاها المجلس العسكري الانتقالي للقوى السياسية والتنظيمات بمختلف تسمياتها في البلاد، يعني مهلة أسبوع لتشكيل حكومة أو لتقديم مرشحي هذه الأحزاب حتى يتم تشكيل حكومة مدنية خلال الفترة الانتقالية المقبلة. يعني هناك أيضا حديث عن ربما هذه الانقسامات بين القوى السياسية الواضحة للعيان ربما تقود إلى فراغ دستوري، كيف تعلق؟ طيب نحن أول حاجة يعني نقول إنه الخطوة اللي عملها المجلس العسكري هي خطوة بالاتجاه الصحيح بالتشاور والتحاور والتفاصل مع المكونات السياسية السكانية فيما يتعلق بالمرحلة القادمة والتحول السياسي في البلد يعني. وأعتقد إنه الثورة هي من الثورات اللي قامها الشباب السودان، شباب يافع في عمر ضبط بنادي بمكونات محددة. هو في الحقيقة استطاع إنه يحقق أمانيه بثورته ويقدر يغير النظام. وهذا الشباب هو موجود في الميدان عنده كثير من المطالب وغيرها، إلا أنه في جزء كبير جدا من الأحزاب السياسية السودانية بيحاول تخطط هذا الحراك السياسي. على العموم أصلا عشان ما يكون في فراغ سياسي موجود على مستوى البلد كان لابد أنه يتم التشاور مع كل المكونات السياسية في السودان بما فيها الشباب الآن الجهود التغيير، ويتوافقوا على حكومة قومية ذات أبعاد نسميها يعني محايدة تقدر تقود حركة التغيير وتهيئ البلاد لمرحلة جديدة خاصة بالانتخابات. وأعتقد أن المجلس العسكري قدر أنه يجدع الكرة في ملعب الأحزاب السياسية حتى أنها تحاول تتوافق على أمر سياسي محدد وتتوافق على حكومة تقدر تدير هذا الشأن المدني على مستوى السودان وتخلص فيه لنهاية. طيب أستاذ عثمان برأيكم هل هذه القوى السياسية التي هي تعاني من انشقاقات منذ سنوات وتعاني من اختلافات كبيرة جدا قادرة على الاتفاق على نقاط مشتركة وتكوين حكومة مدنية خلال الفترة الانتقالية؟ طيب أنا والله الآن بفتكر أنه الأحزاب السياسية لو جينا نحكي بأوزان السياسية هي محتاجة لدراسة عميقة وقوية، ولكن بنفتكر انه الحراك الموجود على مستوى البلد في ظل وجود هذه الاحزاب السياسيه الله اعلم فينا نتوافقوا على حكومه قوميه، لكن بنفتكر انه الناس لو تتوافق على حكومه بتاعت كفاءات هي تستطيع انها تقود حركه التغيير الجاي تكون حكومه محايده مدنيه تقدر تطلع البلد الى بر الامان. أشكرك جزيلا أستاذ عثمان بشرى الناشط في العمل السياسي. أعود لك مجددا فضيلة الشيخ كمال الرزق، القضية الاقتصادية هي التي يعني بالأساس قادت إلى هذا التغيير الكامل الذي تشهده البلاد، وأنتم يعني كنتم على منبر مسجد الخرطوم الكبير لسنوات طويلة، لو كنت الآن فوق المنبر كيف كنت ستخطب في جمع المصلين؟ كيف كنت ستناقش هذه القضية الاقتصادية؟ القضية الاقتصادية لم تأتي من فراغ وإنما لها جذور عميقة جدا جدا، والقضية الاقتصادية أول شيء فيها هو ضرب الفساد، لأن أصلا الاقتصاد ما تدهور إلا لوجود فساد، فلو كان هذا الفساد غير موجود لتضعضعت المسألة دي وأصبحت القضية الاقتصادية محصورة في الإنتاج. لكن الآن البلاد تأتيها أموال من داخلها أو من خارجها، وهناك يعني جهات يعني تعبس وتسرق وتنهب، فالقضية الاقتصادية أساسها هو محاربة الفساد ومعاقبة المفسدين، وهذا ما عجزت عنه الدولة، محاسبة ومعاقبة المفسدين. والأموال الآن التي توجد في بيوت الناس ينبغي أن ترجع أولا، لأن الناس تعبوا تعب شديد، الناس الآن لا يجدوا حتى الجنيه الذي يشتروا به الخبز، والأموال مقفولة في مخازن في بيوت المفسدين. فهذه المسألة أولا دي فيها اسم كبير، لأنه الإنسان محتكر، المحتكر للمال والمحتكر للقوت سواء، لأن المال يشترى به القوت، فإذا احتكرت المال معناته احتكرت القوت،
هذه مشكلة. ثم دفع الأمة للإنتاج وللزراعة، دفعها للإنتاج والزراعة. نحن أمة الآن بكل أسف أمة يعني تقف على الأبواب، تقف على أبواب الدول وعلى أبواب الناس، تسأل وتعطى يوم وتمنع اليوم الآخر الآخر. فهذه هي المشكلة، معقدة يعني، ليست مشكلة سهلة. طيب فضيلتكم، العمل الدعوي مهم ومطلوب جدا في الفترة المقبلة، ولا بد من تثقيف المجتمع. كيف تتحدث عن هذه النقطة؟ نحن نعمل حقيقة في هذا المجال منذ زمن بعيد الحمد لله، يعني محتاجين لتكثيف هذا العمل الدعوي. أيوة، نحن الآن إن شاء الله نكثف. نحن ندرب الدعاة ونجتهد معهم في أن يعرفوا دينهم ويعرفوا الأخلاق ويلتزموا ويكونوا موالين للبلد ويكونوا مواطنين صالحين، هذا نعمل به. ولكن لابد أن يعمم هذا العمل على قلته وعلى صغره، لابد أن يعمم على كل السودان، ولكنه هو عمل مكلف ويحتاج إلى مال. فالدعوة من خلال منبر الإعلام يمكن أن يكون لها كذلك أثر قوي ولها نتائج ملموسة. فضيلة الشيخ، كيف نظرتم إلى عمل المنظمات الدعوية عموما خلال الفترة السابقة، فترة الحكم البائد؟ المنظمات الدعوية حقيقة هي تقوم كذلك على توفير المال، بعضها كان يأتيه مال من الخارج، وهي المنظمات المربوطة بالخارج أصلا، اللي هي تأتيها مساعدات لبناء المساجد، لحفر الآبار، لبناء مدارس وهكذا. الآن المنظمات في تعب شديد، لأن الأموال التي تأتيها من الخارج شبه توقفت يعني، ونضب معينها، فما عادت هناك تأتي أموال لبناء مساجد وبناء مستشفيات وبناء مدارس وكفالة الطلاب وكفالة مؤذنين وإمة، ما عادت، وكفالة دعاة. لذلك المنظمات الآن تعيش في وضع سيء، الآن تعيش في أوضاع سيئة جدا، لأنها فقدت الأموال المشروعات التي تأتيها من خارج البلاد. طيب يعني ومن الداخل لا توجد مساعدات أصلا، لأن الداخل نفسه مأزوم. هل كانت هناك قيود تمارس على عمل هذه المنظمات خلال الفترة السابقة؟ لم تكن هناك قيود. المنظمات هي تساعد البلاد التي توجد فيها، يعني المنظمات الإنسانية الدعوية في السودان تساعد الدولة، وقد بنت مدارس وبنت مساجد وأسست أشياء هامة بالنسبة للدولة، فهي معينة للدولة وليست يعني تتكل عليها. حجم المساحة المتاحة للدعوة والإرشاد في المناهج الحكومية خلال السنوات الماضية، كيف نظرتم إليها؟ قد تكون الدعوة قد تكون المناهج، هي حقيقة المناهج فقيرة، كانت مناهج وزارة التربية ومناهج ضعيفة جدا ولا تؤدي للنتائج المرجوة، وهناك حشو كثير، هذا يعرفه المعلمون، هناك حشو كثير لا يمكن لطالب أن يفقه شيء مما يدرس، تزاحم وتراكم مواد كثيرة جدا من ضمنها الدعوة، فهي تضيع بين هذه التراكمات. تحتاج إلى معلم وتحتاج إلى منهج وتحتاج إلى بيئة. فضيلتكم، يعني تابعت معنا التغيرات السياسية والتطورات والمشكلة الاقتصادية هي التي تهم المواطن الآن، يعني هو ما يهمه الآن هو رغيف العيش، المواصلات، الغاز، البنزين، النقود، هذه القضايا حتى الآن لم تجد حلولا. والله دعني أحدثك عن الحل الذي أنا يخطر في بالي، حل الإشكال كله. طفضل. هذا الإشكال الموجود، وأنت قبل قليل طفضل. تحدثت مع أحد الضيوف عن التشاكس، تشاكس الأحزاب وهكذا، الاختلاف والانقسام. أيوه، أنا حقيقة أريد أن أوجه رسالة هامة. هذا الشباب حقيقة هو الذي صنع هذه الثورة، وكلهم شباب دون 30 أو دون 40، سمى قل هذا. هذا الشباب يعني حقيقة هو الوقود الآن، هو الوقود، وهم الذين قدموا ضحايا، وهم الذين قدموا شهداء، وهم الذين أصيبوا إصابات بالغة في أثناء هذه الأربعة أشهر. هذا الشباب لماذا لا يطالب أن يكون هو القائم على الدولة؟ لماذا لا تكون الحكومة القادمة من الشباب؟ الشباب هؤلاء حقيقة يعني لا بد أن تؤول إليهم السلطة من عدة وجوه. أولا، نحن نريد أن نبعث في هذا الشباب الهمة ونعطيهم تجربة،
وهذا الشباب لا يمكن أن يصلح ويتعلم إلا بتجربة تفشل يوم وتنجح في اليوم الثاني. وهؤلاء الشباب حقيقة هذه الإشارة أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولى أسامة بن زيد وعمره 18 عاما 18 سنة ولاه على جيش، وهذا الجيش عندما ركب الحصان كان أبو بكر يمشي معه وعمر يمشي وهم يمشون على الأرض. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن القيادة يمكن تكون إلى الشباب ويمكن أن تقول إلى الشباب. وأنا والله الآن أتعجب تعجب شديد من هذا الشباب الذي يبذل كل شيء ولا يجد أي شيء. أنا حقيقة أقول وبالصوت العالي للشباب، تقدموا لاستلام الراية يا شباب السودان، فأنتم لستم أقل من أثيوبيا التي تولى أمرها الشاب وفي مدة وجيزة استطاع أن ينهض بالبلاد كلها، واستطاع أن يحول أثيوبيا إلى بلد متحضر وبلد ناهض وبلد شبيه بالدول المتقدمة في زمن وجيز، وهو شاب مثلكم. فأنا أقول إن شباب السودان شباب أمين. والله نسبة الفساد بين الشباب، الفساد المالي وغير، والله أقل بكثير من الشباب بين الكبار. والله هذا الشباب الآن فيه من يصلح وزير للمالية، وفيه من يصلح وزير للدفاع، وفيه من يصلح وزير للزراعة. والشباب هؤلاء فيهم نابغون في الهندسة، في الكيمياء، في الفيزياء، في الأحياء، في القيادة، عموم القيادة في أي شيء. فأنا أتعجب من شباب السودان الذي يقبع في مكان واحد الآن ويجلس وأمامه الفرصة أن يكون رئيس الوزراء من هؤلاء الشباب حتى لو كان عمره 35 عام. نحن الآن السودان يريد شابا أن يقوده. هذه الأحزاب الآن أنا والله أقولها بملء فيا، هذه الأحزاب لن تجتمع على رجل ولن تتفق على إنسان، وفي هذه المدة يموت السودان وتبرد أعضاؤه وينتهي من أوله إلى آخره. لابد أن نقدم شباب وهم أكثر الناس تضحية، وهم أكثر الناس شرفا، وهم أكثر الناس بذلا، ويمكن أن يفعلوا كل شيء لهذه البلاد، وهم أقل الناس يعني طمعا في المال وفي الدنيا. هناك أثر يقول يعني يكبر ابن آدم وتكبر معه خصلتان، الحرص والأمل، وهذا ما نراه الآن في الأحزاب وقيادات الأحزاب. كبرت سنهم وضعفت أجسامهم ووهن عظمهم، وهم يريدون بعد ذلك أن يكونوا في المقدمة. أنا أقول لك بصراحة، أقول لهؤلاء الأحزاب يا إخوة اتركوا المجال لهذا الشباب. متى يتعلم؟ متى نربيهم؟ كيف ندربهم على أن يكونوا قيادات؟ هذا الشباب أمناء، والله أنا أقسم بالله هذا الشباب أمناء، ويمكن أن يكون منهم رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء يكون حكومته من الشباب، ثم بعد ذلك إن كان لهم حزب هذا الحزب يخوض الانتخابات كبقية الأحزاب. يا إخوة لا تدمروا السودان، لا تدمروه أكثر مما تدمر. وأنا أقول يجب على المجلس العسكري إذا كان الشباب كونوا اجتماع أو كونوا أي لقاء واختاروا منهم رئيس للوزراء، فينبغي للمجلس العسكري أن يؤمن وأن يؤمن على هذه المسألة وأن يجيز الشباب. نحن يا إخوة هذا البلد انتهى تماما، حتى أصبحنا متسولين. حتى هذه الحكومة لما جاءت أول ما فكرت فيه أن تمد يدها إلى هنا وهنا، نريد الغمح. ما إلى متى؟ نحن نريد شاب يأتي ويحكم هذه البلاد ويقفل هذه البلاد ولا يسمح لأي شيء يأتي من الخارج. كل شيء عندنا في السودان، ويوجه الناس إلى الإنتاج وإلى الزراعة. نحن لا نريد أي شيء من الخارج. كفى، عيب لهذه الدولة أن تعيش على فتات الدول الأخرى. نحن نريد شباب أن يقودونا. يا قادة الأحزاب إلزموا مساكنكم، أدخلوا بيوتكم، أتركوا الشباب ليغرر مصير هذه الأمة. تعبنا من الخلافات، ويكفينا ذلك الاجتماع الذي كان قبل يومين أو ثلاثة واختلفوا فيه حتى خجلنا، أحسسنا بالخجل. هل هؤلاء هم الذين يراد منهم أن يكونوا الحكومة؟ أنا أقول للشباب تقدموا أيها الشباب واخرجوا من الساحة واجتمعوا في مكان جيد وكونوا حكومتكم وتقدموا للمجلس العسكري، وسيكون كل السودان من ورائكم، لأنهم جربوا الأحزاب وجربوا الخراب الذي
أتى من وراء الأحزاب، ونحن لا نريد غير الشباب. هل لا يمكن؟ الشباب ليس فاسد، حتى الفاسدين منهم من يشرب سيجارة وهو لا يعلم أضرارها، ومنهم من ربما شرب المخدرات وهو لا يعلم ضررها، أما أخلاقهم فهي أخلاق أمينة، والله هم مؤتمنون على هذا البلد. أيها الشباب، لا بد أن تتقدموا لاستلام الراية. تعبنا من خلافات الأحزاب، ويا ريت بقي من الأعمار شيء. أنا أقول لإخوتي في الأحزاب، اذهبوا إلى بيوتكم وابحثوا عن الآخرة واعملوا لآخرتكم، وكفى ما كان. حتى الحكومة السابقة أدارها ناس تجاوزوا في سنهم السن التي تمكنهم من أن يبدعوا. لماذا لا نفتح لهذا الشباب المبدع، الشباب الرائع، لماذا لا نفتح لهم الباب ويخرجوا من هذا الاعتصام؟ هذا الاعتصام لا يحل نتيجة. نحن نريد منهم أن لا يجلسوا هنا، يجلسوا في المكان الذي يتحاور مع قائد المجلس العسكري ويقول له نحن عندنا هذا فلان اجتمعنا عليه ونريده رئيس لمجلس الوزراء، ثم يتركه ليكون حكومته. ولا بد لمن أراد أن يكون هو رئيس من الشباب، لا بد أن لا يكون منتمي لحزب، هذه أهم شيء. والحكومة التي يكونها الشباب لا تنتمي لأي حزب، وحتى الذي يكون فيها وزيرا لا ينتمي لأي حزب، حتى نبعد من الخلافات السياسية التي أضرت بهذه البلاد. هذه البلاد يجب أن نطعم، نحن أهل السودان يجب أن نطعم الدول التي حولنا، كل دول الخليج كان ينبغي أن نطعمها من هنا، أن نطعمها من هذه البلاد. لماذا نمد يدنا للناس؟ كفى هوان، كفى ذل، كفى خراب. نحن نريد من يقودنا، ولا نريد بدلا للشباب. هذه هي رؤيتي للوضع المتأزم الآن، ويجب للمجلس العسكري أن ينظر لهذه المسألة بهذه الصورة، ويخرجنا من هذا التأزم، ويخرج الشباب من هذا المكان القبيح الذي يجلسون فيه، فهم أسمى من ذلك وهم أرفع من ذلك، ولا يجب أن يبيتوا في العراء بهذه الصورة. هذه المطالب يمكن أن تنفذ بدون هذا العناء وبدون هذا التعب. لماذا يا أهل السودان لا تمنحون ثقتكم لهؤلاء الشباب الأفزاز، الرجال الذين نجعلهم بالنسبة لنا درجة وسيف بإذن الله سبحانه وتعالى؟ أرجو أن يسمع حديثي هذا، وأرجو من الشباب أن يتقدم لاستلام الراية ويخرج من هذا المستنقع الذي هم فيه الآن، يخرج منه ليستلموا الراية ونحن وراءهم، ونحن إن شاء الله ندعمهم. إذا كونت حكومة من الشباب، هذه الحكومة يكون لكل وزير فيها مجلس خبراء، شاب مثلا زيك أنت يكون هو وزير، وبعدين عنده مجلس من الخبراء يعينوه. لماذا نلعب بشبابنا؟ لماذا نضيع شبابنا بهذه الصورة؟ والشباب يهتف لفلان ويهتف لفلان. الشباب يمكن أن يكون متدينا، ويمكن أن يكون عابدا لله، ويكون غير منتمي لأي حزب، يكون ورع ويكون مستقيم ويكون قوي ويكون عنده أخلاق ولا ينتمي لحزب. ما هي المشكلة؟ ليست الأخلاق مربوطة بالانتماء للأحزاب، الأخلاق مربوطة للتربية وللعلم الذي يؤخذ من هنا ومن هناك. الأخلاق شيء مقدور على اكتسابه، مقدور على اكتسابه. فنحن والله أتمنى من أهل السودان أن يباركوا هذه الخطوة ويسلموا الراية لهذا الشباب الذي نظن فيه خيرا. طيب فضيلتكم، يعني وجهت رسالة واضحة للقوى السياسية الآن المتنافرة المنشقة المنقسمة بضرورة إخلاء الساحة للشباب حتى يقود السودان إلى مرحلة مقبلة. يعني برأيكم إلى أي مدى هذه القوى السياسية هي نفسها مهيئة لأن تتيح المساحات السياسية ومنابر الحوار في الدولة للشباب؟ الشباب لا ينتظرون موافقتها أصلا، هذا ما أقوله. الشباب لا يستشير هذه القوى السياسية، الشباب هم ينتموا للسودان، ينتموا لهذا الوطن الحبيب، لا يسألوا عن أي إنسان ولا يشاوروا إنسان، يكونوا نفسهم ويجتمعوا على نفر أو نفرين أو ثلاثة ويقدموا للمجلس العسكري ويختار منهم رئيس الحكومة القادمة. لأنهم إذا رجعوا للأحزاب فكل واحد منهم سيكون له رأي يفسد هذه الخطة التي أنا أستغرب. الشباب نفسه مفروض يدعو لما قلته، وأنا
يدعو لهذا الأمر. لماذا لا تسلمون؟ لماذا لا تفتحوا لنا الطريق؟ لماذا لا تبعدوا لنا عن الطريق حتى يعني نشق هذا الطريق ونكون مثل الدول التي حولنا؟ شباب يحكموها شباب وقد حدث التغيير على أيديهم. فأنا لا أنصح أبدا أن يرجعوا إلى الأحزاب. إذا فهموا كلامي هذا لا يرجعوا إلى الأحزاب أبدا، ويكون اجتماعهم في غير هذه الساحة، يجتمعوا في أي مكان آخر كشباب يحددوا الأعمار، ثم من بينهم يبعدوا عن التنازع والشغاق والخلاف حتى يختاروا شخصية أو شخصيتين يقدموهما للحكومة، ثم من بعد ذلك يختاروا الوزراء. لا يجتمعوا في هذا المكان، لأن هذا المكان مكان شقاق. الآن الأحزاب كلها مجتمعة وكل يدعو يبكي على ليلاه، فلا بد أن يخرج الشباب من هذا الاعتصام الآن ويتجهوا إلى مكان آخر ليكونوا حكومتهم. مش قاعدين في مكان زي ده، حتى مكان لقضاء الحاجة ما فيه. أنا أقول لهم انهضوا من هذه الوهدة التي تعيشون فيها، فالسودان ينتظركم ويريد أن يسلمكم الراية، فكونوا على قدر المسؤولية. طيب فضلتكم، يعني طالما أرسلتم هذه الرسالة الكافية شافية والوافية لجموع هؤلاء الشباب الذين يعتصمون أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، هناك ربما يعني مساران لهذه القضية. هناك من يفاوض باسم الشباب الآن ويجلس ليتفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، وهناك من يتحدث عن أنه هو موجود في هذا المكان لحراسة الثورة. الذي يتفاوض باسم الشباب هو منتمي، الذي يتفاوض الآن باسم الشباب هو ينتمي إلى تيار من التيارات لا أعرفه. وهناك من يقول نحافظ على هذه الثورة. الثورة لا يحافظ عليها بالاعتصام، الثورة يحافظ عليها بالاقتحام، ومش اقتحام القيادة، اقتحام هذه الأماكن التي لم يعطى الشباب فيها فرصة واحدة إلى يومنا هذا، بالاقتحام وليس بالاعتصام. تكون حكومتكم وتقتحم المجلس العسكري وتقول له هذا هو الحل، هذه هي حكومتنا، حكومة الشباب، بالاقتحام. أما هذا الاعتصام لا يأتي بالنتائج المطلوبة، وهو مكان نزاع ومكان شغاق. لذلك أقول للشباب أخرجوا من هذا المستنقع وأذهبوا وكونوا حكومتكم وقودونا على بركة الله. طيب فضلتكم، في ظل يعني ما يدور الآن في الساحة السياسية، يعني هو محل خلاف كبير جدا، اتفقنا على هذه النقاط وكل ضيوفنا الذين كانوا معنا عبر الهاتف اختلفوا أن هناك خلافات كبيرة جدا جدا. قدمتم دعوة واضحة للشباب للمزيد من الثورة إن صح تعبير استلام السلطة. طيب فضيلة الشيخ، يعني كيف تقرؤون مستقبل البلاد على المستوى القريب في ظل الظروف والمعطيات التي وجدت أمامنا؟ والله الذي لا إله إلا هو، إذا الحوز الشباب هذا مسك الدولة، والله الدولة دي تنهض في أقل من عام، تنهض، لأنه حيجي الشباب براه يتولى هذه المسؤولية. نحن الناس الأحزاب دي والناس الذين مروا على هذه البلاد غلبت عليهم شهوة الحكم وغلبت عليهم مصالحهم الخاصة، لذلك انحرفوا بالقضية كلها وخرجوا بها عن مسارها. والله الحل في الشباب هؤلاء، الشباب ديل فيهم ناس والله زي السيف، كالسيف والله سيف، ما عندهم غش، ما عندهم لصوص، ما البلد في عيونهم، هذا ما أعرفه عن كثير منهم، وبدون انتماء، ما شرط أن يكون فيه انتماء. الحل هو في يد الشباب، وفيهم اقتصاديين والله رؤوسهم دي مليئة بالاقتصاد بما لا يوجد في أي بلد في العالم. السودانيين ديل الموجودين أول ما موجودين معانا الآن هم الذين عمروا الدول التي حولنا، الذين نهضوا بالدول التي حولنا هم السودانيين فقط، كلهم ما يقنبوا يلفوا ويدوروا، الذي نهض بهذه الدول التي حولنا هم السودانيون، والأمناء منهم من هذه الدول يعترفون بهذا الفضل. فكيف ننهض ببلادهم ونخطئ ببلادنا؟ هم شباب الذين نهضوا بتلك الدول، لما ذهبوا إليها كانوا شبابا والآن هم شيوخ، فلماذا لا نعطي شبابنا فرصة؟ طيب فضلتكم، دعنا نتابع أحد الشباب المنتمين إلى تجمع المهنيين الأستاذ محمد ناجي الأصم، هو يتحدث في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس. دعنا يعني نتابع ماذا قال ثم نعود نواصل بقية حديثنا. هذا نرى أنه في مطالب عاجلة لابد من تنفيذها فوريا. المطلب الأول بيتمثل في ضرورة تشكيل مجلس سيادي مدني لتمثيل عسكري بمهام محدودة. هذا المجلس يجب أن تكون له مهام محدودة هي مهام السيادة فقط،
بالإضافة إلى أن هذا المجلس السيادي المدني بتمثيل عسكري محدود يقوم بإجراءات فورية، نرى أن هذه الإجراءات لابد أن تكون فورية، وهي كالتالي: حل المؤتمر الوطني كما ذكر زميلي، ووضع كل أصوله وممتلكاته تحت الحراسة، وحل مؤسساته الاقتصادية وتحويل أصولها لإشراف وزارة المالية، بالإضافة إلى حل الميليشيات التابعة للنظام البائد، نظام المؤتمر الوطني المتمثلة في الأمن الشعبي. طيب فضيلتكم، هذا كان هو محمد ناجي الأصم، أحد أعضاء تنظيم التجمع المهنيين، أو هو الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين. كيف نظرتم إلى مستقبل البلاد في ظل شباب يقودها كمحمد ناجي؟ هو لديه مطالبات سنناقشها، لكن كيف نظرتم بداية إلى؟ إذا ما سمعت، أنا ما سمعت منه شيء، ولكن هذا الذي سمعته متواضع جدا. هذا متواضع جدا، لأنه أنت ممتلكات المؤتمر الوطني أخذتها في إيدك وحولتها لوزارة المالية. من هو وزير المالية؟ كان ينبغي أن يقول من هو وزير المالية، يعني كان يقول والله نحن وزير المالية منا. من أنتم؟ يقول نحن الشباب. يقول نحن الشباب. إذا أنا هذا ما سمعته، أنا لم أسمع عنه منه شيء قبل ذلك. فهذه طلبات متواضعة جدا، لا ترقى لمستوى الشباب، يمكن ترقى لمستوانا نحن الشيوخ، ولكن لا ترغى لمستوى الشباب. طيب فضيلتكم، يعني ربما بداية المطالبات تبدأ هكذا، هل تتوقعون أن تتم استجابة لهذه المطالبات المتواضعة؟ هو من يطالب؟ من هو؟ هو يطالب المجلس العسكري الانتقالي. أها. طيب إذا المجلس العسكري الانتقالي قال خلاص سمعا وطاعا نفعل ما تريد، ثم ماذا هو يريد بعد ذلك؟ أنا لا أريد هذا التواضع وهذا الخمول حقيقة. أنت تضع برنامج عام كامل، ومن ضمنه بعدين المسائل دي تترك للقضاء وتترك لجهات تانية. استلام المؤتمر الوطني هذا لا يحل قضية البلاد، لا يحل قضية البلاد، مش شابكة قضية البلاد. حتى لو استلمت عسى المغر وبعناه، كم يأتي لنا؟ بكم من المال يأتي لنا؟ الشباب ينبغي أن يقاضي يتحدث عن القضايا الكبرى. طيب فضيلتكم، ألا ترى أن المشاكل تحل بالتدرج قليلا قليلا، رويدا رويدا؟ يعني تحل بالتدرج، ولكن الذي يحلها هو الشباب نفسه. التدرج بمن؟ بمن نتدرج؟ بمن؟ هذا أنا السؤال، هذا موضوع يعيش في ذهني. بمن نتدرج إذا أردنا التدرج؟ طيب. بهذه الأحزاب المتشاكسة التي ينظر بعضها إلى بعض نظرة الريب والشك والاتهام؟ بمن نتدرج؟ نحن نريد أن نتكئ على قوة، قوة ليست منتمية، وقوة متجردة لحب الوطن ومتجردة لبناء الوطن. هذا الذي أريد أن أقول. فضيلتكم، يعني أنت كانت لديكم بعض يعني الملاحظات على قضية الاستعانة ببعض الدول للنهوض بالسودان أو بمستقبله. كيف يعني برأيكم كيف يمكن للبلاد أن تخرج من هذا المأزق الاقتصادي الكبير دون أن تستعين بأصدقاء؟ هناك أصدقاء يعني يقدمون المساعدة. اليمن أذكر زمان في زمن عبد الله صالح كانت تستورد البرتقال والموز وكذا، وتعمل أشياء كثيرة. لما جاء عبد الله صالح قفل البلاد، قال له ما عندنا موز من برا ولا برتقال ولا غيره. بدوا ينتجوها. نحن يا أخواننا إذا دخلنا سوبر ماركت واحد، والله الحاجات اللي بنعرفها ما تجي واحد من مليون من الحاجات الموجودة جوا. نحن أمة مستهلكة، أمة يعني حقيقة بتعرف تبدد المال، ما بتعرف تجيبه لكن تبدده إذا جاء. نحن عايزين زول يقفل البلد دي. والله أنا أي أموال تجي من برا، والله أحس فيها الزل والهوان. تجي من برا لأمة زي السودان. نحن السودان ولو في هذه المرحلة فقط فضيلتكم، ولو في هذه المرحلة فقط تجينا لم خلاص انت. طيب. ما سؤال عام. طيب. تجينا من بلاد خلاص حس يعني احنا ما حكم المضطر، ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه. ناكل الميتة وناكل الاشياء دي لا بأس، لكن نحن أمة والله عيب عليها، والله خجلة عليها انه يجيها طعام من خارجها، او تجيها مياه من خارجها، او فواكه من خارجها. يعني لابد الذي نريده أن يأتي يقفل هذه البلاد. إذا أراد من أراد أن يتصدق فليتصدق، ولكن لا نعيش على الصدقة. طيب فضلتكم، لدي استطلاعات تجرتها كاميرا التغطية الخاصة التي تتابع يعني هذه التغيرات في البلاد من دارفور تحديدا. دعنا نتابعها معا ثم نعود لنواصل هذا الحديث. نحن نحيي الشعب السوداني لمسابرته
انتصاراته العظيمة من أجل اقتراب هذا الوطن الغالي. ولكننا في هذه الولاية كل أحزابنا وكل أبناؤنا الشباب والمرأة السودانية هم الذين ضحوا أياما وليالي وثواني في اعتصام داخل القيادة العامة حتى ما حققوا هذا النصر. حقيقة يعني التحية لقوات الشعب المسلحة، التحية للثوار، التحية للمرأة، حقيقة التحية لكل الشعب السوداني، والتحية لشرق دارفور. ونرحب ونشيد بالحكومة بالوضع هسه الحكومة، ونبارك له. ونحن كأحزاب في شرق دارفور حقيقة يعني نحن واقفين سندا ووقوف يعني عموما كلنا جمعا، حتى عندنا كأحزاب ما حضروا حقيقة يعني واقفين وقفة واحدة، وقفة كرجل، وقفة رجل واحد. هذه القوات ليست هي قبيلة وليست هي حزب، وإنما وجهة وطنية حقيقية. ربما أثبتت الأحداث الأخيرة حقيقة ما هي تصبو إليه. نحن حقيقة قوة سياسية في ولاية شرق دارفور، نؤمن على وضعيتنا وسندنا لإخوتنا في المرحلة السابقة، ونعتبر أن إرادة الجماهير هي الغالبة. ولعلنا اليوم حينما نذكر ذلك الحدث الكبير في ثورات وتطلعات الشعب السوداني عبر تاريخه الطويل، الآن نقول إننا نحن أمام تحدي كبير. نحن كقوة سياسية أمام تحدي كبير، لابد لنا من أن تكون هنالك تنازلات بين. شكرا جزيلا لكل المستطلعين. فضيلة الشيخ، كان هذا يعني عينات، كانت هذه عينات من يعني مواطنين أو مواطني ولاية دارفور أو شرق دارفور تحديدا. هذه المنطقة عانت ما عانت خلال السنوات الماضية، وتدولت قضيتها وعانى أهلها كثيرا. هل من كلمة؟ حقيقة دارفور بالرغم من المعاناة التي تعيشها هي حقيقة الخير اللي فيها يكفي السودان كله، يكفي كل هذه البلاد. ولكن أين الجهات الرسمية التي يمكن أن تأتي بهذا الخير وتنمي هذا الخير؟ دارفور وحدها إذا زرعت نأكل ونصدر، بس دارفور. خليك من الشرق والغرب والشرق والشمال والوسط، دارفور. فحقيقة أهل دارفور تعبوا، ودارفور تعبت، ونحن حقيقة بتعب دارفور تعبنا. لأنه لو ارتاحت دارفور كنا نحن ارتحنا، لو أكلت دارفور نحن كنا أكلنا معها. لكن دارفور بكل أسف الحروب والأشياء والنزاع والأشياء دي أضعفها. لما أضعفها أضعف اقتصادها، لما أضعف اقتصادها أضعفنا نحن هنا، لأنه كان ممكن نأكل بالراحة منها ونصدر ما تبقى من طعامنا وشرابنا. فأنا أظن إنه دارفور إن شاء الله ستعود إلى قوتها وستعود إلى مكانتها، وإن شاء الله ستكون هي النبض المعين النابض لهذه البلاد. حتى الإنسان الدارفوري حقيقة إنسان يختلف عن بقية الناس، فيه حتى المرأة فيها همة وتعمل في الزراعة، ومرأة نشيطة، ومرأة يعني حقيقة منتجة، وهذا ما نفقده في كل بقية نساء السودان. يمكن المرأة في دارفور مرأة منتجة وتزرع وتربي وتبيع وتشتري. فأنا بفتكر دارفور دي كنز لهذه البلاد وكنز للمسلمين كذلك، لأن الخير اللي فيها حتى خير الدين الموجود فيها حقيقة هو كنز كبير لهذه البلاد. طيب فضلتكم كيف يعني تقرؤون مستقبل البلاد على المدى البعيد؟ قرأت على مستوى القريب، اقرأ لي على مستوى البعيد، كيف تتنبؤون أن تمضي الأمور؟ والله المستوى البعيد، قراءتي للمستوى البعيد أن مستقبل البعيد، المستقبل البعيد، المستقبل البعيد أن هذا السودان سيحل مشكلة الطعام والشراب بالنسبة للعالم كله. والله هذا السودان سيكون قبلة كل الضعفاء، كل الجياع، كل المساكين، كل المعدمين. كل الدول الحائرة دي تجد إن شاء الله بغيتها في هذا السودان، لكن بشرط واحد أبو أحمد. فضلتكم كلمة أخيرة، يعني كلمة لن يقل كثير الوقت، لكل الأطراف السياسية ولكل المتابعين، كلمة للأطراف السياسية، المعتصمين، القوى السياسية، المواطنين، القوى السياسية، القوى السياسية وكل الأطراف السياسية ينبغي أن تنظر لمصلحة السودان. هذه هي رسالتي، مصلحة السودان أولا وأخيرا. المصالح الخاصة ينبغي أن تبعد
الصراع السياسي الآن مدمر، لأن البلد أصلا مدمرة، ما ممكن ندمرها بالصراع السياسي البغيض، وكل حزب داير الكوتة وداير الكيكة زي ما بسموها زمان، كل واحد داير جزء من الكيكة. نحن دايرين جيل جديد الكيكة دي يأكل بعدين للضعفاء والمساكين والفقراء، هو ما يأكل منها أصلا، هو يأكل لهؤلاء المساكين الفقراء الجائعين الذين يتوسدون السرى ويلتحفون السماء. أشكرك جزيلا فضيلة الشيخ كمال رزق إمام وخطيب مسجد الخرطوم الكبير سابقا على كل هذا الحديث الطيب المبارك. أشكركم أيضا أنتم مشاهدي الأعزاء. فاصل بعد الفاصل، يسرني كثيرا أرحب بضيفي ناجي مصطفى بدوي، لكن بعد الخروج إلى هذا الفاصل أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.